مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. كيف حالكم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن الصدمات لأنه نيتنا في هذا الشهر هي نية التحرر من الصدمات. بليز إذا ما كنت حطيت النية، حط النية معانا. أغلبنا، يعني تجاوزنا نقول أغلبنا، بس هو كلنا عندنا صدمات تحتاج انه احنا ننظفها ونتحرر منها. واذا ما حطيت خلفية الجوال، برضو عندنا خلفية الجوال جميلة مريحة جميلة، ها عجبتني. وعندنا فيلم، برضو الفيلم جميل ولطيف. كل المعلومات هذه تلقونها في حسابي على تويتر، في تويتر مثبتة على حسابي على تويتر. طيب، وعندنا على الموقع سمية 369.net عندنا أبانوس، برنامج للتحرر من الصدمات. عندنا نظام الصدمة، برنامج يساعدك على فهم معادلة ونظام الصدمة حتى ما تتكرر في حياتك. عندنا تنظيف المستقبل، وعندنا صدمات الأجداد واللي راح نتكلم عنها اليوم شوية، وبعدين ناخذ أسئلة. صدمات الأجداد، وبرضو عندنا كل مواد الشهر اللي راح ما زالت موجودة على الموقع واللي راح تغلق نهاية الشهر. صدمات الأجداد، إيش نقصد بصدمات الأجداد؟ صدمات الأجداد نقصد إنه في صدمة، أذى تعرض له أحد من السلسلة من أجدادك، وهذا الأذى أو هذه الصدمة سواء كانت مادية أو فكرية أو مشاعرية أو طاقية، هو ما استطاع أنه هو يحلها، ما استطاع أنه هو ينهي هذا الملف. بالتالي الملف بقى مفتوح، وبالتالي الملف المفتوح يقاتل حتى يعيش. أوكي، هذا الوعي حول هذه الصدمة تقاتل حتى تعيش، فبالتالي تنتقل من جيل إلى آخر. أشخاص قد يكونون جاهزين أو مؤهلين أو عندهم الأرضية الكافية أنهم يلتقطون هذه الصدمة، وأشخاص غير جاهزين لكن يكونون ممر فتنتقل لأبنائهم ولا تنتقل لهم. وهكذا نحن نحصل على الآثار السلبية لحياة أجدادنا، المادية والفكرية والمشاعرية والطاقية. عشان أسهل لك الموضوع، لأنه في كثير من الأحيان أنت راح تدخل في مناقشة وجودية وفكرية، وأنه ليش وكيف وعلى أساس وإيش ذنبي أنا أتحمل شيء حصل في, في, في زمن مضى. عشان أختصر لك الموضوع، عشان تخلي الموضوع بسيط وسلس وتقدر أنك تستوعب القصة، شفت كيف أبوك رباك؟ شفت كيف أبوك نقلك الخوف أو نقلك التسامح؟ شفت كيف أبوك نقلك الغضب؟ شفت كيف أبوك نقلك الحب؟ كل ما نقلك أبوك من مشاعر، من أفكار، من طريقة حياة، من طريقة سلوكيات، من كلمات، من جينات، من صحة، من مستوى أداء للجسد، كل هذا أنت شفته عند أبوك ولا أمك، صح ولا لا؟ شفتهم يحملون نفس الأشياء اللي أنت تحملها. بالتالي بهالطريقة إذا كان أبوك وأمك أوصل لك هذا الشيء، فهم من وين أخذوها؟ من أمهم وأبوهم، من أمهم وأبوهم. فبكل بساطة إحنا قاعدين نورث سماتنا المادية والفكرية والمشاعرية والطاقية لأبنائنا، وهكذا تستمر السلسلة. فمثل ما نورث الأشياء الجيدة، أيضا نورث الأشياء السيئة والأشياء السلبية. هذا معنى صدمات الأجداد. السؤال، هل كل الأشخاص عندهم صدمات أجداد؟ خلنا نقول إنه كل الأشخاص متأثرين بالأجداد على مستوى من المستويات، هذا على أقل تقدير، سواء مادي، سواء فكري، سواء مشاعري، سواء طاقي. يعني إذا أجدادك مثلا أغلبهم ماتوا بمرض في القلب، فرح شيك، رح شيك. تالي يعني من المحتمل انه الجينات تنتقل من جيل الى اخر. فالضعف المادي اللي موجود عند جدك مثلا في كتفه او في ظهره
ممكن انه يكون يصل لك، ممكن تكون انت يعني تتأثر بهذا الضعف المادي اللي موجود عند جدك. واذا كان في جين كويس، اذا كانت امك عندها شعر قوي وجميل، متوقع انك تحصلين على هذا الشعر، في احتمالية، اقصد في احتمالية كبيرة. اذا كانت ام امك برضو يعني شعرها كويس وجميل، يعني شبه مؤكد انت راح تحصلين على شعر كويس وجميل. فكلنا عندنا تأثير، قد يكون هذا التأثير كبير او قد يكون يعني ما نقول صغير، نقول متوسط، نقول متوسط، لانه على اقل تقدير انت ماخذ من امك وابوك، هذا على اقل تقدير، هذا على اقل تقدير انت ماخذ من امك وابوك اللي ربوك، اللي كانوا المصادر الطاقية المباشرة ووصلوا لك مباشرة، وصلوا لك المشاعر السلبية، وصلوا لك الأفكار السلبية، وصلوا لك المادة السلبية، وصلوا لك الجينات التعبانة، وصلوا لك الطاقة السلبية، وبالتالي كل الخلطة هذه تشكل صدمات، كل الخلطة مع بعض هذه تشكل نتيجة الصدمات اللي هم يعيشونها. طيب، أعرف إنه عندي صدمات من أجدادي أو ما أعرف، كيف أعرف؟ كيف تعرف؟ خلني أبغى أقول لك شيء كثير مهم. كيف تعرف صدمات الأجداد؟ أنت أكثر شخص تستطيع اكتشاف صدمات أجدادك. ما في واحد لا في القمر ولا في المريخ ولا في جزر الواقواق يستطيع أن يكتشف الصدمة على قدر قدرتك في اكتشافها أنت. أنت الشخص الوحيد القادر على أنك تشوف الصدمة بوضوح. انت يعني انت الشخص المؤهل انك تكتشف الصدمه. لو قلت لي ابغى اكتشف صدمه، اقول انت تقدر تكتشف الصدمه. وفي الغالب كثير من الناس اصلا هم يعرفونها، يعرفون الصدمات، لكن من المحتمل انهم ما يعرفون انها صدمه اجداد. هذا وارد، انت تعرف انه انت عندك هذا الشيء، عندك ازمه في هذا الموضوع، عندك خلل في جزء في جسمك، بس في شخص يفكر شوي يقول من وين جاني هذا الخلل؟ من جدي، من أبوي، من أمي. وفي شخص ما يفكر، ما يأخذ الموضوع لأعمق، أو ما يدور، ما يفتش زي ما نقول بين الأوراق ويتعمق في الموضوع. لذلك أنت شخص قادر جدا على أنك تكتشف صدمات أجدادك. واكتشاف صدمات الأجداد مو موضوع صعب، لأن الملفات معك. أوكي، الملفات موجودة معك، الملفات في الغالب هي موجودة معك، وانت تقدر تكتشفها في نفسك، كأنك تكتشف نفسك. اكتشاف صدمات الأجداد كأنك تكتشف نفسك، كأنك تنتبه للعلامات اللي موجودة عليك، اللي موجودة في جسدك، موجودة في أفكارك، موجودة في مشاعرك، موجودة في طاقتك، تالي تجمعهم وتكتشف الصدمة. قد تحتاج مرات انك تسأل أمك وأبوك، تسأل أحد حولك، لكن في كثير من الأحيان، خصوصا إذا حضرت حياة أجدادك، يعني حضرت حياة أبو أمك وأبو أم أبوك، أو خلنا نقول أب وأم أمك وأب وأم أبوك، أجدادك اللي هم السلسلة اللي بعد أمك وأبوك، في الغالب ما تحتاج تسأل أحد عن أي شيء. يعني عندك تاريخ، عندك يعني ستة أشخاص تاريخهم عارفهم وخالطتهم، تعرف طاقتهم، تعرف نتيجة حياتهم، تعرف هم وش سووا وش ما سووا وش نتائج اللي وصلوا لها في الحياة. لذلك صدمات الأجداد سهل أنها تكتشف. أنت أكثر شخص قادر على أنك تكتشف صدمات أجدادك. غالبية الناس هم يعرفون الموضوع، يعرفون نقاط ضعفهم، يعرفون القيعان حقتهم، لكن قد ما يعرفون أنها مرتبطة بأجدادهم. في مادة صدمات الأجداد عندنا 13 سؤال جاوب عليها حتى تكتشف هذه الصدمات. طيب، خلنا نشوف هل هذه الصدمات هي يعني قابلة انه احنا نغيرها، قابلة انه احنا ننظفها، قابلة انه احنا نبدلها، قابلة انه احنا يعني نتحرر منها بشكل عام وفقا للصورة الكبيرة، بنظرة إيجابية، بطريقة متفائلة جدا، نقول نعم. لكن هل في الواقع في أشخاص حاولوا انهم هم يتحررون من صدمات أجدادهم ولا استطاعوا؟ نعم، أيضا
هنا كذلك. يعني ممكن انك تستلم جين تعبان من اجدادك ولا تقدر تفك منه، ما تقدر تفك. يعني تحاول تجتهد تنظف، ممكن انك ما تقدر، ممكن انك ما تقدر. يعني يكون مثلا اجدادك معروفين بمرض معين او ماتوا بمرض معين، ماتوا بمرض القلب ولا ماتوا ولا عندهم دائما مشاكل في المعدة، وانت يعني عرفت هذا الموضوع واكتشفت هذا الموضوع وقاعد تشتغل وتجتهد على هذا الموضوع، ممكن لانك انت مجتهد تكون الاثار عليك خفيفة، لكن مو بالضرورة ان يروح الموضوع، مو بالضرورة. بس انت تكون انت ساعدت الجيل اللي بعدك انه الموضوع يكون احسن بالنسبة لهم. طيب خلونا ناخذ اسئلة. الموضوع ذو شجون، في تفاصيل كثيرة وفيه عمق، خلنا نشوف. لا النت يقطع عندك بس. في آية قرآنية تنافي فكرة كارم الأجداد ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا ايش ذنبي أشيل كلاكيعهم؟ سؤال جميل. أنت شكلك، شكلك وجهك يشابه أحد أجدادك، ايش ذنبك؟ أو ليش؟ يمكن يكون شيء جميل. ليه أنا أخذت سحنة أجدادي؟ ليش ما كان شكلي غير؟ لأنك منهم، امتدادهم، امتدادهم. هي الطينة، الطينة واحدة، عرفتي كيف؟ هي الطينة واحدة. ناقشنا هذا الموضوع في صدمات الأجداد، ناقشنا أنه أنت راح تاخذ الزين والشين، لأن العجنة واحدة والطينة واحدة، فأنت تاخذ يعني زي ما نقول في بإيجابياتها وسلبياتها. وناقشنا الموضوع من زاوية أنه إذا إحنا بنحط هذا الموضوع على الطاولة، في أشياء كثير بتنحط على الطاولة، في أشياء كثير بتنحط على الطاولة. ليش أنا امرأة ماني رجل؟ ليش أنا في هذه الدولة مو في دولة ثانية؟ ليش أنا في هذه المدينة مو في مدينة ثانية؟ ليش أنا لهذه الأم مو أم ثانية؟ ليش أنا في هذا الزمن مو زمن ثاني؟ فهي واحدة في النهاية. فأنت أما أنك أنت تحلها وتختار الفلسفة اللي تناسبك، وأما أنك أنت تقعد متعلق ومتورط في الموضوع. طيب يعني في ناس ينولدون في دولة فيها مال، فيها ثراء، فيها أمن، فيها استقرار، فيها حرية، وتلقى أنت انولدت في بلد يعني الوضع المادي مزري وحروب من يوم انولدت، وش ذنبك؟ وش ذنبك؟ وش ذنبك؟ عشان في ناس في الحكومة تعبانين وما عرفوا يديرون البلد زين، ولا عرفوا يجيبون فلوس، وجايبين حروب ومورطين العام، وش ذنبك انت في هالحكومة التعبانة؟ وش ذنبك؟ وش ذنبك في هالدولة؟ وش ذنبك في هالألم وفي هال... نفس السؤال. فإذا احنا بنسأل هنا لازم نحط السؤال كل هالأشياء هذه. هل صدمات الأجداد مثل الأمراض الوراثية؟ هذا جزء منها، الجزء المادي منها اللي هي الجين، الجين اللي ينتقل من الأب للجد وعندنا قبول إحنا كبشر إنه نقول أوه صدمة مرض، عندنا قبول. لكن لما تكون فكرية ومشاعرية نقول لا لا لحظة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا لا ما أقبل أنا هذا الشيء. إنه الصدمة اللي صارت مشاعريا لجدي إنها وصلت، طب ما هو الكبد اللي كان متورط في جدك وصلك، قبلتها ولا ما قبلتها؟ قبلتها ولا ما قبلتها؟ إذا قبلتها مادياً لازم نقبلها مشاعرياً. سيمو حبيبتي تقول هل تسمية الأحفاد على أجدادهم يساهم في نقل الكارما لهم؟ بدون أدنى شك أنه تسمية الشخص على أي شخص ينقل الطاقة، على أي شخص. يعني لو هالحين سميتي بنتك سمية علي، راح يكون في اتصال بدرجة ما في 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 بمستوى معين، وراح تأخذ جزء من الصفات سواء إيجابية أو سلبية. فتسمية أي شخص على أي شخص راح يسوي اللينك هذا ويسوي الارتباط، وبالتالي يكون فيه ممر يروح ويجي بينهم. لذلك مرات ما ودك أنت تسمي على شخص وتتورط بكارمته، وما ودك مرات يكون شخص جيد وقوي، لكن الشخص لا يستطيع أن يحمل القوة هذه. يعني مرات يسمون أسماء على أفاتارات وعلى ناس عظماء، وبعدين الشخص يصير ثقيل عليه الاسم، يصير ثقيل عليه الاسم جدا. يعني يسمونه مثلا
محمد. بعدين محمد اسم يعني كبير وقوي وخصوصا اذا كان على النبي يعني شيء يعني شيء جبار عظيم. فيجي شخص يعني يكون هو ضعيف ما يحتمل الطاقة هذه ولا يحتمل انه هو يشيل هذا الاسم. فالاسم له كارما، له كارما الشخص اللي مسمى عليه. انا اقترح انه لا حد يسمي على حد لا حد يسمي على حد، يعني قدر الامكان نحاول ان نخفف من الاتصالات هذه اللي ممكن نتورط فيها. لا حد يسمي على حد، لا تطلب من احد يسمي عليك ولا انت تسمي على حد. ويعني سالفة انه اسمي على فلان العلان هذه يعني ما لها معنى، يعني يتم تناقلها بطريق غير مفهومة انه هذا بر. طب واذا تسميت على جدك والسابع يعني وش اللي بيصير؟ وش اللي بيصير؟ وش اللي بيفرق معاه؟ صدقني يعني لو يعني شريت لامك بيت احسن انك تسمي عليها صدقني بتفرح اكثر مرة، بتفرح اكثر. فأنا أشوفها بهالزاوية أحس إنه ما له معنى، أحس إنه يعني كلاكيعها أكثر إنك أنت تسمي على أحد. عفرة حبيبتي تقول ما أعرف شنو أحتاج، الوعي الطفولي أم أبنوس؟ إذا كانت المشكلة صارت في الطفولة فأنا أقترح إنك أنت تبدأين بالوعي الطفولي وبعدين تنتقلين لأبنوس. إذا كانت صدمة ليست في الطفولة فأنا أعتقد إنه أبنوس تكفيك. صديقتي تقول كل أجدادي توفوا وهم بصحة جيدة. واحد من الأجداد عرف إنه ساعة موته. أو واو، هذا تطور مادي، يعني أجسادهم المادية جيدة وصلتهم لآخر لحظة بدون إخفاقات، وتطور طاقي اللي لقط الموعد. فحلو جميل محظوظة. الأم كانت مسحورة، زهرة تقول الأم كانت مسحورة بشبابها، هل تنقل هذا غالبا لبناتها؟ أو واو، أنت يعني اسأليهم يعني عن الموضوع، راح تلقينهم عندهم يعني قصص وعندهم مجلدات من المشاعر ومن الأفكار ومن يعني طاقة السحر حاضرة في حياتهم. يعني إذا الأم مسحورة أو تعتقد أنها مسحورة، فبالتالي كل عيالها يعني تقريبا متورطين بالموضوع هذا، متورطين هم يؤمنون بالسحر، يخافون من السحر، معطين حجم للموضوع، معطين طاقة، عندهم أفكار، عندهم قصص كثيرة. يعني يقعدون كذا يقولون قصة ورا قصة عن السحر. في بيوت تدخل لهم ما في طاري الموضوع السحر نهائياً، يعني درجة إنك تقول أنتم تعرفون إنه في سحر في الحياة، تعرفون إنه في عين في الحياة، نهائياً لا يذكرون السحر ولا العين في لا بسواليفهم ولا بكلامهم ولا في حياتهم ولا في قصصهم، ولا إذا يعني وروا الأشياء الزينة والأشياء الجميلة نهائياً. طب تخيل معي هذه الأم المسحورة أو اللي تعتقد أنها مسحورة، تخيل شلون تفكر وشلون تشعر وشلون وش القصص اللي صارت، وش القصص اللي شافوها قدامهم. يعني بدون أدنى شك إنها هي ناقلة، وهي مصدر طاقي الأم، هي مصدر طاقي بدون أدنى شك إنها هي نقلت كثير من الألم لأبنائها. روان حبيبتي تقول أمي تطلقت، أنا تطلقت الآن، أنا أؤجل التنظيف لكسر هذه الكارما، هل الوعي أيضا يساعدني كيف أكسر الكارما؟ أول شيء خليني أبغى أقول لك إنه في أشياء مجرد معرفتها ورفعها من مستوى اللاوعي إلى الوعي يفكها، بس هذه مو أشياء كثيرة. في أشياء مجرد ما تفهمها تعرفها تنتقل من اللاوعي إلى الوعي تنفك. في أشياء تنقلها من اللاوعي إلى الوعي ما تنفك. أرجوك افهم هذه النقطة، لأنه في ناس عندهم مشكلة بين يقولون إيه خلاص بس أنا صرت واعي فيها المفروض تنحل. لا، أنا صرت واعي بالخوف ينحل. لا، أنا صرت واعي بالغضب ينحل. لا، أنا صرت واعي بالعار ينحل. ما راح ينحل، لازم تشتغل عليه. لا، بس في أشياء مثلا مواقف، حدث صار، علاقة صارت لها تفسير معين، إنك أنت تنقلها من اللاوعي إلى الوعي تنفك. إنك أنت تقول أوكي أنا قاعد أمشي على خطى فلان، أوكي ينفك الموضوع.
بالتالي أغلب الأشياء تحتاج إلى تنظيف، نقلها من اللاوعي إلى الوعي لا يفكها، نقلها من اللاوعي إلى الوعي لا يفكها، تحتاج أنها تشتغل لأنها عالقة في اللاوعي، عندها وصلات عصبية في العقل اللاواعي، بالتالي كل هالوصلات يبغى لها تفكيك ويعني إعادة توصيلات من جديد، تبني بناء جديد. لذلك ما نعرف إذا أنه بس حالة الوعي هي كافية أنك أنت يعني زي ما نقول تكسرين هذه الكارما، أو ممكن أنك تحتاجين تنظيف أعمق. أما كيف تنظفين شرحت في تنظيف الأجداد طرق التنظيف، وأيضا بإمكانك أنك تنظفين إذا مثلا أخذت سول ديتوكس بإمكانك تنظفين حالة الطلاق اللي أنت مريتي فيها، إذا كانت اعتبرتيها صدمة بإمكانك تنظفين من خلال الأبنوس. يعني كل أدوات التنظيف تشتغل تنظيف الأجداد، لكن في أدوات أو في أشياء خاصة قد تشتغل فقط في تنظيف الأجداد. إيمان عندها قصة تقولك أبوي ما شاف أبوه، ويقال بأنه ولد بعد وفاة جدي بسنتين، في لبس في الموضوع بس ما حد قادر يتكلم في الموضوع، وجدتي متوفية. أو واو، قصة والله يحتاج لها، يعني يحتاج لها واحد عنده كذا مخ استخبارات يروح ويبحث ويدور ويسأل إذا كنت مهتم. صراحة لو كانت قصتي راح أبحث راح أهتم إني أعرف، لكن يمكن في ناس ما همهم انهم يعرفون، بتالي تبغى تعرف وش القصة اللي صارت، مين اللي اللامسؤول، مين اللي طلع الخبر، مين في اشياء كثير تفاصيل تبغى تعرفها. صديقتي ميم تقول اجدادي كانوا حكام وصار بينهم خداع ومكيدة وسقط الحكم منهم بعد العز والغنى لا شيء، ما اثر الموضوع علي. كبير كبير، يعني الأسر اللي تملك اللي تحكم عندها طاقة الحكم، وعندها يعني هالطاقة كلها موجودة، سواء طاقة الحكم والعز والغنى كلها موجودة عندك، وطاقة الخديعة والمكيدة موجودة. عموما الملك عادة يؤخذ بالسيف ويؤخذ يعني ما يؤخذ بهدوء وببساطة، لذلك على مر التاريخ كان فيه القتل والقتال ما بين العوائل وقت الحكم، ويعني تذكرون قصة سليمان القانوني كيف قتل ابنه، صارت القصص كثير عبر التاريخ انه يكون فيه القتل والمكيدة والخداع حتى يحصل شخص على الملك. في النهاية الأقوى هو اللي بيحصل في النهاية، القصة اللي احنا عارفينها كلنا انه الاقوى في النهاية والاقدر والاذكى والاشطر هو اللي بيقطفها، هو اللي بيأخذها. كل هذا عندك، كل هاي الطاقة عندك، طاقة الغنى موجودة عندك وطاقة واعتقد اذا انت من عائلة حكام قد يكون الناس حتى ما زالوا يعاملونك بهذا المستوى، قد تلاحظين يمكن لانهم يشعرون بهذه الطاقة سواء عرفوا أو لم يعرفوا يشعرون بهذا الشيء. لكن في نفس الوقت فيها في السايد يعني السايد زي ما نقول المؤلم هذا موجود، ولازم تشتغلين، لازم تنظفين هذا الجانب. صديقتي تقول كنت متعلقة بأمي ودخلت نفس فرعها الجامعي، وعندما وعيت عن الموضوع أصبحت أفكر بترك فرعي. والله هو شيء كثير مؤلم انه الانسان ما يستيقظ الا بعد 18 سنة يكون يعني قرار متأخر، لكن في نفس الوقت مدام انت هذه اللحظة هي بالنهاية هي المهمة، هذه اللحظة وايش انت تبغين في هذه اللحظة. وعلى الام والاب انهم يكونون واعين انهم يفصلون ابنائهم في وقت مبكر عشان يقدرون هم انهم يكونون عندهم الفكر المستقل والشعور المستقل عشان يقدرون يفهمون حياتهم ويفهمون خياراتهم في وقت مبكر. حطي الموضوع على الطاولة، ليش لا، احسبيها كم خلصت كم باقي، لو رحت مكان ثاني ايش بيصير، احسبيها كل شيء، يعني كل شيء تقدر تسوي له يوتير، كل شيء قابل انه انت تتراجع. نعم
نور صديقتي تقول لدي رغبة قوية بالهجرة والسفر خارج بلدي، لكن كيف أميز هل هذا هروب أو هو ما تطلبه روحي؟ أنا اخترت هذا السؤال لأنه برضو مرتبط في موضوع كارما الأجداد. أحد الطرق اللي تستخدم مرات تستخدم حالة الهروب للتحرر من العائلة وكارما الأجداد أو كارما العائلة الصغيرة أو كارما العائلة الكبيرة. فالأشخاص بشكل لاواعي مرات يكون أول حل عندهم لما يحسون أنهم متورطين بالعائلة، عائلة تعبانة، عائلة فقر، عائلة متعاطين، عائلة مهابيل، خلاص بهج منهم هذول، ما فيهم أمل، ما فيهم. فأول حل عادة الناس يجي على بالهم لما يشوفون الوضع مو أوكي، لما يعني يفتحون عيونهم يعون ويحسون أنه مأثر عليهم. إذا العائلة مهابيل يعني يأثرون يعني توسطهم وتحبهم وبينكم شد وجذب، بينكم كارمات يعني. فالحل على طول أول حل يختارون يقول خلني أهج بكيفهم هم وحالتهم، هم ووعيهم، هم وجنونهم، هم وحاستهم وطريقهم المحدد، خليني أطلع نفسي من هالقصة. فكثير يزونها سواء بوعي أو بلا وعي أنهم يهربون من كارما الأجداد ومن كارما العائلة، لكن الحقيقة أنك ما تستطيع أنك تهرب. ممكن يكون الهروب جماعي، أوكي؟ يمكن سمعتوا مرات أنه واو القبيلة هذه انتقلوا من هنا إلى هنا، أو العائلة الفلانية شدوا من هنا إلى هنا، فهذه يكون فيها مرات يعني معنى مختلف لأنها جماعية غير. أما أنا كيف أفرق إذا هذا القرار هو حالة هروب ولا هو فعلا في رسالة هناك تنادين أو في شيء مطلوب مني؟ اسأل نفسك شو الشيء اللي هناك يناديك؟ واضح انه انت تبغى تهج ولا في شيء فعلا هناك يناديك؟ في وظيفة عرضت عليك هناك، في بزنس هناك تقدر تسويه، في عندك عقار هناك في ذلك المكان، في عندك جذور و يعني جزء من العائلة هناك، في أصدقاء، في شيء هناك. بس ما في شيء كذا، لا انت يبغالك ترجع تفكر 100 مره من المحتمل انه هروب. ايه شوفوا صديقتي هذه يعني سؤالها ممتاز، يعني يختصر لنا يوريك النظره اللي انا قاعده احاول اوصلها. تقول اجدادي كانوا معرضين للخطر ويحاربون من اجل البقاء، يعني تلقاهم يمكن قبيله وفي قبيله ثانيه طوال الوقت تعتدي عليهم، فهم في دمهم طول الوقت انه يمكن 24 ساعة يحرسون، 24 ساعة في انتباه، في يقظة، فهم في حالة توتر طول الوقت. بعد النية والوعي الطفولي فهمت انه وضعية النجاة اللي اعيش فيها وكثير من مشاكل حياتي مرتبطة بالخطر اللي كنت فيه وانا جنين في بطن امي، والان قاعدة انظف هالقصة بالوعي الطفولي، هل هذا كافي لكسر سلسلة اجدادي؟ بالضبط هذا اللي اقصد. شوفوا هي بدون حتى يمكن ما تعرف قصة أجدادها، هي اكتشفت أنه هي عايشة واقفة كذا، يعني كأنها جاهزة للحرب، جاهزة للقتال، إما تهاجم وإما تهرب، حالة خطر، حالة توتر، هاجم ولا هج. فهي عرفت أنه هي عندها هذه الحالة. هذه غالبية الناس راح يكتشفونها عن أنفسهم، لكن كونها تربط ما بينها وبين قصة الأجداد وصدمات، هذه قصة أخرى، هذه أقصد فيها واو صدمات الأجداد. فهي في غالبنا إحنا راح نعرف الصدمات، بس يمكن بعضنا يربط يمكن بعضنا ما يربط، لذلك مرات حتى لو ربط قد ما تكون مشكلة، يكفي إنك عرفت إن هذه صدمتك موجودة عندك وصلت إليك وعليك إنك أنت تجتهد. فكونها هي عرفت من خلال الوعي الطفولي، لأنه عندنا أسئلة في مادة الوعي الطفولي تساعدك أنك أنت تكتشف التفاصيل. فنعم استمري في التنظيف. قد يكون الحاجة للتنظيف عندك أكثر أو أعمق، أو قد تحتاجين أنك تكررين أو تزيدين الأيام، لأنه أنت عندك زي ما قلت طاقة إضافية من خلال هؤلاء الأجداد. صديقتي تقول أنا من عائلة فقيرة وأجدادي كلهم فقراء، دائما أمي وجدتي يرددون إحنا فقراء وراح نظل فقراء، كيف أكسر هذه الكارما؟ تكسرينها من خلال التنظيف، واللي نفترض أنك ما عندك خبر عن أجدادك،
اذا انت اصلا يعني اذا تقولين متضايقه او تحسين انه انت تبغين الثراء راح تنتبهين انه انت فقيره، فبتي راح تبدين تقولين ايش الافكار، ايش المشاعر، ايش الطاقه اللي انا احملها، ايش الماده اللي انا احملها، تكتشفين انه ما عندك طاقه ثراء. ما حد قال لك شلون يفكرون الاثرياء، لانه امك وابوك وجدك وجدتك ما هم اثرياء، فما يعرفون كيف يفكر الاثرياء، ما يعرفون كيف يشعر الاثرياء، ما يعرفون كيف سلوكيات الاثرياء، ما يعرفون ايش هي طاقه الاثرياء. فبالتالي ما وصلك شيء عن الثراء نهائيا، ما وصل كل اللي وصلك لاشخاص كانوا يعيشون الفقر. فبالتالي افكارهم، شعورهم، طريقتهم، سلوكياتهم، طاقتهم، كلها انت تقمصتيها الان، انت عشتيها الان مره ثانيه. فبهالطريقه احنا نعيش القصة. ما نعرف انه هو اجدادنا هم كذا ولا لا، لكن نكتشف احنا نعرف بانفسنا، نعرف الواقع اللي احنا نعرف ملفاتنا. بامكانك انك انت تنظفين، استعرضت عدد من طرق التنظيف لكارما الاجداد، تقدرين تحضرين المادة او تقدرين تنظفين من خلال ادوات التنظيف اللي انت تحبينها او سهلة بالنسبة لك، او اللي معروضة عندنا ابانوس، الوعي الطفولي، السول ديتوكس، التنفس، الموسيقى التحولية، كل هذه ممكن تساعدك. إيمان حبيبتي تقول ما رأيك تقنية الوقوف العائلي تنظيف ميراث الأجداد السلبي مثل اللي عرض في سلسلة ذات أخرى؟ المسلسل أعتقد ما كان نقل الموضوع بطريقة يعني واضحة، وطبعا هو في النهاية مسلسل يعني دراما، مو مشغول إن هو يعلم، هو مش مسلسل تعليم، هو مسلسل درامي. فبالتالي بالنسبة لزاوية التعليمية أعتبر إنه هو ما نقل الفكرة بطريقة واضحة، لكن كونه فتح اللمبة على كثير من الناس، كثير من الناس شافوا هذا المسلسل، وكثير من الناس اهتموا بهذا الموضوع، فبالتالي أعتقد إنه مكسب بغض النظر عن إنه ما كان الشرح يعني تعليمي. مكسب انه كثير من الناس اهتمت بالموضوع، كثير من الناس ولعت عندها لمبة، كثير من الناس بدأت تفهم القصة بطريقة اخرى، بدأت تدرك الموضوع، كثير من الناس تساءلت عن واقعها، تساءلت عن اجدادها، كثير من الناس راحت لامها وابوها وسألتهم ايش اللي صار ايش اللي ما صار. هذه الاضاءة بحد ذاتها يعني يشكرون عليها. تقنية الوقوف العائلي تبقى أحد أدوات التنظيف التي قد يعني قد بعض الناس يعجبهم، قد بعض الناس يناسبهم، قد بعض الناس يحبون هذا الشيء. أنا دائما أميل إلى فكرة إنه أنت أفهم شخص تستطيع إنك تكتشف صدماتك. أعتقد إنه الطريق الأسهل لإكتشاف الصدمة من خلالك أنت، مش من خلال الآخرين. لكن تبقى أداة مثلها مثل كل الأدوات اللي مطروحة قدامك، تقدر تستخدمها، وقد تكتشف أنك تستخدمها وفي النهاية ترجع أنت اللي تعرض الإجابات الصحيحة، سواء من خلالك أو من خلال أبوك وأمك أو من خلال أجدادك، أنك أنت تسألهم وتكتشف الإجابات الصحيحة. محمد يقول لو شخص ما لحق على أجداده وش يسوي؟ ما لها دخل لحق أو ما لحق، ما لها دخل. نتكلم عن الأجداد، عن الأم والأب، راح يكون هناك فارق في الكارما بدون أدنى شك. لذلك يمكن أنا قلت سابقا للأشخاص اللي فقدوا أمهم وأبوهم، أو اللي أمهم رمتهم في سلة مهملات أو شيء، يقول ترى ما يعني لو تشوف القصة قد ما يكون فادك كثير، قد تكون يعني كسبت أشياء كثيرة في الحياة إنه أنت ما اتصلت مع هذه الأم أو مع هذا الأب. يعني مرات أنت تحتاج تشوفها من هاي الزاوية، راح تكتشف إنه في يعني في مرابح، مثل ما في خسارات في مرابح. فالصدمة اللي موجودة قد تكون موجودة، قد يخفف وجود إنه في سلسلة انقطعت، أو خلنا نقول مو موجودة. يعني أمك وأبوك كانوا مفقودين، فأنت ما قابلت أمك وأبوك ولا قابلت السلسلة كاملة، هذا راح يصنع فارق، لكن تظل الصدمة موجودة بس بفارق كبير. فجر حبيبتي تقول جدي الثاني اللي هو جد أبوي كان ثري جدا جدا جدا، بس ما حد ورث منه شيء، هل أقدر أستفيد من طاقته؟
طبعا بدون ادنى شك يعجبني والله. ها ما شكله يعني يا اما نتصدق او يا اما نرتب الامور ما حد ياخذ شيء. ها لكن بدون ادنى شك الفكر الشعور الطاقه اللي هو موجود فيها كلها يعني موجوده، كلها موجوده. اقترح عليك تحضرين صدمات الاجداد وتحضرين المحور الاخير اللي هو تطوير الجسد الطاقي من خلال الاجداد، خصوصا انك عارفه انه عندك واحد يعني جد ثري جدا جدا، واعتقد انه قد يكون طريق للثراء. جدتي كانت معنفة ويضربها جدي، وانتقل الأمر لأمي وأختي الكبرى، كلهم معنفات. أنا تزوجت وعنفني، دافعت عن نفسي وأخذت حقي، بس أهلي رفضوني. هل كسرت كارما الأجداد؟ أنت صار لك الحدث صح ولا لا؟ فبالتالي وقع عليك القصة، وقعت عليك. يعني أمك تعنفت، جدتك تعنفت، أنت تعنفتي، فبالتالي وقع الأمر. وأنت أخذتي أكشن، تصرفتي بتصرف كثير جميل وجيد. السؤال هل توقفت الكارما او لا؟ الان احنا نسأل الجيل اللي بعده، نجوا ولا ما نجوا؟ نشوف بناتك نجوا ولا ما نجوا. اذا كانوا نجوا معناها انت نجحتي في ايقاف هذه الكارما. طيب ناخذ السؤال. بشاير تقول أنا من قبيلة قريش ولدي مشاعر سلبية حاولت أتخلص منها، لكن لا زالت تعمل مثل الفخر والغضب، أني في طاقة حرب والدونية للآخرين وعدم احترام الأنثى وأنوثتي واحتجاج عليها، وعملت جلسة ثيتا شهدت أب يدفن طفلته. هل هذا له علاقة؟ من الممكن أن يكون له علاقة. أقترح عليك أنك أنت تحضرين الموسيقى التحولية ابتداءا، تخليها تشتغل وانت نايمة، وخلينا نشوف شي يطلع معك. نتصور انه راح يكون في احلام تظهر على السطح، ونشوف درجة التأثر اللي انت يعني التقطيها او ما التقطيها. هاجر تقول هل اقدر اني احط نية عشان ما يوصلني شي منهم؟ بشكل عام الانسان الواعي، الإنسان الروحاني، الإنسان المستيقظ، من المهم إنه هو ينوي نية الحماية كل يوم كل شهر طوال الوقت، أنت وطريقتك. الحماية شاملة لكل هالقصص، سواء كانت صدمات أجداد، سواء كانت كارمة الجيران، كارمة الدولة اللي أنت عايش فيها، كارمة الجنس اللي أنت نزلت فيه، كثير أشياء. فأنا أؤمن بنية الحماية، أؤمن بنية الحماية. وقد مرات تحتاج لما ترتفع درجة زي ما نقول الخطر في الحياة أو التدافع يكون أشد، قد تحتاج أنك أنت يعني تتأكد طوال الوقت من أنك أنت حط هذه النية ومضبطها. لذلك هذا الشيء يعني اعتبريه من مسلمات الحياة، أنه نية الحماية طوال الوقت موجودة لكل الأشياء المؤذية، لكل الأشياء الظلام، لكل الأشياء اللي لا تناسبك، لا تناسب أفكارك، لا تناسب معتقداتك، لا تناسب مشاعرك، فأنت تجتهدين بهذه الطريقة. السؤال هل نية الحماية راح تمنع شيء أنت أخذتي يعني وانتهى الموضوع؟ قد تمنع الأثار السلبية، لكن إذا حملتي شيء أنت حملتي. خل نقول مثلا عندك انف عوج، تحطين نية حماية من كارما الاجداد لانه اخذت الانف العوج منهم. هل انفي راح يتعدل؟ ما اتوقع، لكن خلنا نقول مثلا كونك حاطة نية الحماية قد يعني يحمي من الاضرار الثانوية اكثر من كذا، انه ينزف، انه يخرب اكثر، لكن هو عوج. شو رايكم نختم بهذا السؤال؟ صديقتي تقول أشعر أنه أنا آخذ صدمات أجدادي أو أهلي شيء ظالم، كيف أخرج من هذا التفكير؟ أول شيء عندك كثير خيارات. إذا أنت بتعتبرين هذا ظالم، لابد أنك تجي تعتبرين تسوين تعميم للكل، أنه أنا امرأة هذا ظالم، على أساس؟ ليش؟ أنا البلد اللي تواجدت فيها، على أساس؟ ليش؟ ليش أنا أخذ كارمة البلد؟ ليش أنا أخذ كارمة الأنوثة؟
ولدت في زمن يعني الأنوثة ما لها هالمكان اللي موجود للذكورة. ليش أتحمل هاي الكارما؟ ليش أتحمل كارمة الدولة اللي أنا فيها؟ ليش أتحمل أنا كارمة أمي وأبوي؟ ليش في ناس قاعدين أمهم وأبوهم يا سلام عقود حب ودلال وفي ظهرهم ويا سلام، ولا تورط بأب وأم جلد وجليد وحالتها حالة طول الوقت؟ ليش؟ تالي هي سلسلة واحدة، ترى هي سلسلة واحدة، هي ما في فرق ما بين كارما الدولة اللي انت فيها وكارما أجدادك، نفس القصة. تاخذ المميزات اللي هنا وتاخذ السلبيات اللي هنا وتاخذ المميزات اللي هنا وتاخذ السلبيات اللي هنا. فما تقدرين تستثنين فقط كارما الأجداد، لا لحظة، كارما الأجداد هو اللي مستثنى، بينما أنا قبلت أنه أنا أخذ إيجابيات الدولة اللي أنا فيها أو سلبيات المكان أو إيجابيات المكان اللي أنا فيه، بس ما قبلت لما كان الموضوع أجداد، اعتبرت أنه لا، أنه هو يعني شيء في ظلم، يعني لا ما يصير. مرات تقول أنا صار لي هذه القصة، طب العالم كلهم اللي حولي ليش ما صار لهم؟ فجأة مرضت المرض الفلاني، انفصلت، طردوني من الدوام، ليه؟ كل زميلاتي ما حد انطرد من الدوام، ليش أنا؟ ظلم في الموضوع، ليش أنا؟ فكل هذه كلها الأسئلة الوجودية هذه كلها جوابها واحد، لذلك لابد أنك أنت تحسم كل القصة هذه عندك في حياتك، لابد تأخذ فلسفة تحسم هذا الموضوع، ولا ستظل طوال عمرك أنت واقف يعني في قدر وفاتح النار وفي زيت وقاعد تغلي طول الوقت إنه ليش؟ هذا ظلم، هذا غير صحيح، غير مقبول، لماذا أنا؟ ستظل إنك أنت إيش يعني ما تقدر تعيش. فلا بد إنك أنت تأخذ لك سايد، تأخذ لك فلسفة وتهدئ من هذا الشعور. فأما إنك أنت تستثنين موضوع الأجداد من كل الاختيارات اللي صارت في الواقع، ليش عيوني سودة؟ ليش ما زرقة؟ ليش شعري أسود؟ ليش ما هو أصفر؟ ليش أنا سمرة ماني بيضة؟ ليش عيوني زرقة ما هي خضرة؟ ليش؟ فتستثنين صدمات الأجداد الحالة من بين كل هالأسئلة الوجودية ما في مبرر. تبغين تحطين كود تدفشين كل الخيارات في الحياة، تقولين كلها على بعضها هذا ظلم، مقبول أكثر، مقبول أكثر، وتقولين تستثنين هذا وتخلين هذا، وهذا مقبول هذا مو مقبول، لأنه موضوع جديد وإحنا يعني لسه فاتحين، فبالتالي في اعتراض جديد يظهر على السطح. الشيء الثاني اللي برضو أنا أبغى أقوله، دائما 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 حط في بالك، حط في ذهنك، ودائما هذه الورقة دائما حطها على الطاولة، أوكي؟ دائما تذكر إنه أي معتقد ما يعجبك قاله كائنا من كان، حطه في الزبالة، ما انت مضطر انك تؤمن فيه. اي فكرة تسمعني اقولها ارجوك ما اقتنعت فيها، تحس انها تربك سلامك الداخلي، حطها في الزبالة بكل اريحية. لا تنسى هذه الورقة، لا تنسى قوتك، لا تنسى قوة ايمانك، لا تنسى قوة معتقدك، لا تنسى ما يتبعهم من مراسل شعورية. دائما في أي وقت في أي زمان في أي مكان، قال من قال، آمن من آمن، فكر من فكر، اعتقد من اعتقد، لو أنا قلت لك 100 مرة وأكدت لك وجبت لك الإثباتات، دائما أنت عندك القوة على الطاولة. لا تنسى أنت ما وصلت لحالة الوعي عشان تأخذ كل شيء كأنه مسلم وانتهت القصة، لا، دائما عندك ورقة على الطاولة تقول أنا لا أؤمن بهذا، بس خلاص قفلت الموضوع. واعتبر طوال الوقت كل ما يقال أمامك، حتى لو قلت أنا، اعتبرها اختيارات في الحياة، أؤمن ما أؤمن، أبغاها، أي اقتنعت اليوم ما اقتنعت، صح لا مو صح، هذا ناسب هذا مو ناسب، ما يحتاج نتضارب، ما يحتاج نتهاوش، ما يحتاج نسوي أي مشاكل، هي كولكشن اختيارات. لا تنسى أنت ما وصلت لهذا الوعي عشان أنا أقنعك غصب عنك بفكرة أو أنقل لك إيماني بفكرة، أنت دائما اختار ما تؤمن فيه، ولا يهمك كائنا من كان مين قال هذا الكلام ومهما كان إيمانه، لا تنسون هذا الشيء. طيب يا جماعة أذكركم،
عندنا على الموقع sumaya369.net عندنا صدمات الأجداد، عندنا التنظيف المستقبل، عندنا أبانوس لتحرر الصدمات، عندنا نظام الصدمة، وعندنا مواد الشهر الماضي كاملة اللي هي سول ديتوكس، الوعي الطفولي، الموسيقى التحولية، التنفس. اللي ما حط النية بليز أرجوك حط النية، ما دام إن تونا في أول الشهر، ويعني ماذا لو اكتشفت إن عندك صدمة وإنك أنت عايش كل الدمار في حياتك، كل الألم بسبب تلك الصدمة اللي أنت ناسيها، أو أنت ما عطيتها هذا الحجم وما عطيتها هذا القدر. ماذا لو انحلت هذه الصدمة وانتهت، وكل تبعاتها من الألم المشاعري والفكري والطاقي انتهى. حط النية وحط خلفية الجوال كثير جميلة لطيفة، وعندنا فيلم جدا جميل، شوفوا الفيلم، راح نناقش الفيلم إن شاء الله منتصف الشهر. شكرا لللايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.